اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ فيه تنوع، وانا بحب التغيير دايما موجود على السفره، بما ان احنا في ايام الشتاء ومطلوب مننا نعمل اكلات شتويه ونستغل وجود الخضروات الشتويه والفواكه الشتويه. مطبخنا النهارده بيعتمد على تشكيله من انواع الخضار وانواع الفواكه باختصار شديد. يعني النهارده معانا فطيره انا مسماها فطيره الخضار بالمكرونه. هنستبدل العجينه بعجينه المكرونه، بس دي فيها خبره طهويه وتكنيك كده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. داخلها فيها سبانخ وسجق هتعجب حضراتكم، وهنحط لها جبنه موزاريلا عشان الاطفال بيحبوا الجبنه دايما مع الفطاير. معانا كمان النوع الحلو بتاعنا النهارده فيه شويه بساطه، انواع الفواكه اذا كان فراوله، فيتامين سي، التفاح غني بالحديد والمضادات الاكسده، العنب برده السكريات بتاعته والجلوكوز العالي، الموز، البوتاسيوم والمغنيسيوم. اصبح ان طبق الفواكه ده لطيف وجميل. ايه رايكم نعمله النهارده ريزيتو؟ يعني ريزيتو ده من المطبخ الطلياني، بيتعمل بالجمبري، يتعمل بالخضار، يتعمل باللحمه. انا هعمل الريزيتو النهارده بالفواكه، هياخد جنزبيل وياخد عسل ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. احنا معانا من امبارح يخنه البطاطس بالدجاج ما كملناهاش، احنا هنكملها النهارده ونشوف المغازي المطلوب مننا نعمل التركايه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. هي بتغلى على النار اهي، احنا واقفين عند المحطه دي، هنعمل فيها ايه؟ الكلام ده هنشوفه في التفاصيل ان شاء الله. مش عايز اطول على حضراتكم، انا عندي شغل كتير النهارده على فكره. خلينا ناخد بعضينا دلوقتي ونكمل مع بعض يخنه البطاطس بالدجاج. افتكرت ان انا هطلع فاصل، ها؟ اي تمام، هنعمل يخنه البطاطس ونشوف نكملها مع بعض ازاي. معايا طاسه على النار شديده الحراره، وانضف الفرن بتاعي. طشه اليخن بتاعتي دي ما هيش تومه وكزبره ولا هي ملوخيه ولا هي فتة، مختلفة شوية. حلو؟ سامعين صوت البطاطس وهي بتتنافس مع الدجاج في قلب الحلة؟ هو ده. تمام. يا نعم، مقادير على الشاشة نبص عليها. لازم. الله يرضى عليك. عينيا. المقادير على الشاشة. حلو. يخنة البطاطس بالدجاج. جبنا الدجاج، شفناه قطعناه الصدور. وجبنا البطاطس قطعناها مكعبات. انا شخصيا هاكل البطاطس واسيب الدجاج للامانه، يعني البطاطس مستويه طريه ملبن، مش هتاخد منك مجهود خالص. الاكله دي لكبار السن لطيفه وجميله. طاس على النار، حته سمنه حلوه، دي السمنه كتير، ناخد نصها بصراحه زياده قوي، مش عايزها كلها، ناخد دي كده بس. تمام، دول كفايه. حلو، معانا توم ومعانا كزبره خضراء وكزبره ناشفه، اللهم صل على النبي. معلقه توم حلوه، دي اللي هتغير من طعم الصينيه بتاعتي او من طعم اليخنه بتاعتي. وادي الكزبره ناشفه، الله الله على الريحه، الله على الريحه وشقاوه الريحه. نقلب دول مع بعض بس اشم ريحه الكزبره دي. الكزبره الناشفه تسبق الكزبره الخضراء في التحمير، خلي بالك، اوعى تحط كزبره خضراء وتحط كزبره ناشفه، ما ينفعش. وننزل الكزبره الخضراء بتاعتنا ونقلب دول مع بعض كده، الله على الريحه. هو ده، شفت الشقاوه؟ هو دي شقاوه المطبخ. واخد شويه صلصه يا شيف مغازي من صلصه البطاطس بالدجاج، الله على الريحه. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك يا غالي. شويه فلفل اسود، عينيا، شويه فلفل اسود حلوين كده. لازم تخش المطبخ تعملي الاكله دي بمزاج. واشم ريحه الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه والشغف والحب بينهم. هناخد من الصلصه الحلوه دي كده، ركزي معايا بقى عشان الموضوع هنا مهم. يا ويلي يا ويلي، لسه ما خلص. هو ده هو ده هو ده هو ده. وناخد الخليط ده تاني كده. ده المطبخ، دي شقوة المطبخ. يلا جيب اللحظات الجميلة، اللحظات الجميلة ما تتعوضش، العب. هو ده، اللهم صل على النبي، هي دي خلاص. يخنة
البطاطس بالدجاج كلمة يخني تعني خليط الخضار باللحم أو الدجاج في المرق بتاعه. المرق بقى ممكن يكون مرق لحم أو مرق دجاج. كده الأكلة دي جاهزة، بخليها تاخد غلوة على النار عشان يتعرفوا على بعض، عشان أنا عايز أغرف اليخنة بتاعتي الجميلة الحلوة. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة دي بقى، بص على اليخنة كده، بص 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 على الشهوة، بص إيه ده التفاصيل هنا أهو. السبكة دي مشهور بيها الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحية كبيرة من مبنى مزبيرو القناة الأولى. بطاطس هنا مستوية مع الدجاج، بس ممكن احنا نضيف موضوع اللي الطشه اللي الشيف المغازي عملها دلوقتي. يا دلعك يا دلعك، ده عايزه شويه رز ابيض او رز بالشعريه. الف هنا وشيفة للي ياكل. صحه بجد بجد، دي عايزه طبق رز بالشعريه، واجي واخد مغرفه من دي على طبق الرز بالشعريه اللي قدامي واقلبهم مع بعض وسمي بسم الله. دي كان زمان كنت اكلها من ايد ام الله يرحمها والله العظيم، بس طبعا ما كانش فيه بقى اليخن اللي هو الكزبره والجو ده، خلي بالك. كانت البطاطس مع الفراخ او اللحمه، كانت بقى معظمها مع لحمه يعني. شفت الاكله دي لطيفه، انا بحبها. ممكن تحط معاها بسله لو انت عايز، يعني نقول رؤيه، يعني نقول فن، يعني نقول ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه ببساطه شديده. منين يا عم الشيف؟ من مزبيرو.